السلام عليكم مشاهدي موطني نيوز. احنا اليوم في مكان اخر من المساحات الصفراء اللي تابع المدينة الخضراء. هذه المساحات الصفراء اللي مكلفة بها غير دورة، شركة غير دورة، لان احنا تجاوزنا هذه المرحلة، مابقيناش كنناقشوا المرحلة ديال ليسباس فير او المساحات الخضراء، ولينا كنناقشوا دابا بكثرة تزايدها ولينا كنناقشوا المساحات الصفراء. وهذه وحدة من المساحات الصفراء اللي كما كتشوفوا هدا مدرسة تكوين المعلمين، وهذه هي دار الطالب والطالبة. إذا هذه جات في الشارع كما كتشوفوا في قبالات حي الفلين. إذا هنا كنعاود وكنكرروا وكنقولوا بأن راه ما كاينش شي حاجة سميتها شركات غير دورة، وما كاينش وما بقاش عندنا في مدينة بن سليمان شي حاجة سميتها المساحات الخضراء، بل كلها أصبحت مساحات صفراء. وانتم كتشوفوا على عينيكم انتم كتشوفوا ما كاينش شي معالم ديال المساحات الخضراء في هذه البلاصه. هذه الغريب اللي ولينا كنتسائلوا فيه حنا وكيتسائل ميس الساكنه، وهو اذا كانت الجماعه مرطه مع هذه الشركه، اذا كانت الجماعه ديال بن سليمان مرطه، احنا كنطرحوا تساؤل، لان ملي ما كاين لا مراقبه لا دعائر لا حتى شي حاجه، بمعنى ان الشركه خدامه مزيان. اذا احنا خاصنا نتعاقبوا ما خدامش مزيان. هل هذا الدليل هو هذا على ان الشركه راه خدامه مزيان وان الجماعه كتسني لها لي دي كونت كتخلصها؟ علاش هاد الجماعه كتخلصها؟ اذا نتساءل كما يتساءل ساكنه بن سليمان، اذا كانت هاد الجماعه متورطه مع هاد الشركه، فشنا هو الدور ديال السلطه المحليه بن سليمان؟ واش السلطه المحليه ما كتشوفش هاد الشيء؟ إذا هنا تساؤل كنبغيو نطرحوه على السيد العامل بالدرجة الأولى، وعلى السيد الكاتب العام بالدرجة الثانية، وعلى السيد الباشا في مدينة بن سليمان بالدرجة الثالثة. إذا كانت الجماعة المحلية بن سليمان متورطة مع شركة فيردورا وكتسنى لي دي كونت على هاد الأعمال الفنية، هاد الأعمال الجبارة ديالها، كما كتشوفوا أعمال جبارة. هاد الشركة جات وخلقت لنا واحد النوع جديد ديال المساحات، وهو المساحات الصفراء. من بعد هنا كنعيشوا في مساحات خضراء، دابا ولا عندنا مساحات صفراء، وهاد المساحات الصفراء تخلقوا بفضل شركة فيردورا وبفضل الأعمال الجبارة ديال بلدية بن سليمان وبفضل الصمت ديال السلطة المحلية في هاد البلاد. إذا بغينا نعرفوا هذه إلا كانت كما قلنا الجماعة مورطة مع الشركة، واش حتى السلطة المحلية مورطة مع الشركة؟ وإلا علاش ساكتة هاد السلطة المحلية؟ واش عاجب الحال؟ هذا هو السؤال اللي بغينا نطرحوه، واش السلطة المحلية عاجب الحال ديال هاد الشيء؟ حنا عطيناكم غير مخططات، غير من حدا، ثم غتشوفوا من حدا المدرسة المعلمين، ثم غتشوفوا، غنقربوا لكم الصورة. إذا هذه هي مدرسة تكوين المعلمين. لدار الطالب والطالبة اللي هي، شوفوا هاد الحالة كيفاش، هادي واحد المساحة ديال واحد 50 متر ما واصلاش، وجات في شارع رئيسي. علما نشوفوا الجهة الأخرى كيصوبوها الناس، هاد الخضورة اللي كتشوفوا راه كيصوبوها الناس قدام الفيلات ديالهم. إذا شنو الفرق ما بين هاد الجمالية اللي كاينة هنا وما بين هادي؟ الفرق واضح هو ان هاد الناس خدامين وهاد الناس ما خدامينش، ومعوناهم الجماعه المحليه في خلق مساحه صفراء بالمدينه. اذا غادي نعاودوا نطرحوا نفس السؤال اللي كيطرحوه الساكنه ديال مدينه بن سليمان. اذا كانت الجماعه متورطه، ففينا هي الدعائر اللي عطات لهاد الشركه ونموذج هذا؟ واش هاد الخدمة هادي ما كتستحقش دعائر؟ واش هاد الخدمة هادي ما كتستحقش دعائر؟
السيد رئيس جماعة بسطيلة، السيد المهندس المكلف بهذه الشركة، هذه السيد مدير ديال شركة فيردورا، واش هاد الأعمال هذه، واش هاد هاد المساحة الصفراء، واش ما كتستحقش دائرة؟ إذن هنا علامة استفهام كبيرة، جماعة البلدية بلدية بن سليمان لها اليد في هاد الخراب وفي هاد الجام في هاد المساحات الصفراء، وكتآزرها في ذلك السلطة المحلية لأنها ما تحركاتش بحال ما شافتش هي هادشي. وحنا كنعرفوا السلطة المحلية راه كتعرف كل شريدة وواردة، كتزقل حتى حاجة. إذا كيفاش هادشي؟ واش هادشي ما فهمتش؟ هادشي خصو يكون بحالك زعما، واش دفتر التحملات هادشي خصو يكون بحالك، خصو يكون بحالك محروق، خصو يكون بحالك. إذا هذا إلا كانت إلا كان هذه هي دفتر التحملات، راه حنا كن حنا هادشي راه زوين، هادشي راه كنبغيو الناس يجيو من مدن أخرى ويجيو يتفرجوا في بن سليمان ويشوفوا شركة فيردورا شنو دارت بن سليمان، الإنجاز اللي دارت بن سليمان ما دارتو حتى في شي مدينة، وهو خلق المساحات الصفراء في المدينة. هادشي راه مات، هادشي راه مات، هادشي كلشي محال، هادشي واش غير ساهية. إذا كنبغي نشكر شركة فيردورا، وكنبغي نشكر جماعة بن سليمان، وكنبغي نشكر السلطة المحلية، وكنقول لهم راه الساكن بن سليمان كيقول لكم كنشكركم لأنكم خلقتوا لنا مساحة صفراء في المدينة الخضراء. إذا باش ما نطولش عليكم وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.